الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. الحياة موقف، موقف عز أو موقف عار. حينما وصل نبأ هلاك معاوية ووصول يزيد إلى سدة الحكم، أرسل مبعوثا إلى المدينة المنورة ليأخذ البيعة من الإمام الحسين عليه السلام. وقال في رسالته: خذ البيعة أو اضرب عنقه. فجاء المرسول إلى والي المدينة وطلب منه أن يأخذ البيعة من الإمام الحسين عليه السلام، ولكن الإمام الحسين عليه السلام قد سجل موقفا شجاعا أبيا عزيزا، حيث قال: يزيد شارب للخمر، قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. هذا الموقف هو موقف عز وموقف إباء وموقف كرامة ليربينا عليه، وليكون قدوة وأسوة ومدرسة يسير عليها الأحرار إلى آخر الزمان. حينما هددوه بالموت وبالقتل قال: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. حياة بلا قيمة، بلا هدف. حينما هدده بأنه سوف يقتله قال: إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله ورسوله لنا ذلك، وحجور طابت وطهرت. وحينما نصحوه بالفرار إلى جبال اليمن أجابهم بشكل واضح وقطعي بأني لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لهم إقرار العبيد. كانت مواقف صارخة وشجاعة، مواقف تبث العزة والكرامة، مع أن كان ثمنها الشهادة والموت. هكذا حينما استرجع الإمام عليه السلام سأله علي الأكبر: يا أبا مما تسترجع؟ قال: إني أرى القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال له: أولسنا على الحق؟ أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي أن نموت محقين، أوقع الموت علينا أم على الموت وقعنا؟ هذه المواقف هي مواقف عزة وكرامة وإباء وشموخ. حينما سأل الإمام الحسين عليه السلام القاسم ابن الحسن الذي لم يتجاوز 13 ربيعاً، قال له: كيف ترى الموت؟ قال: فيك أحلى من العسل.
فيك أحلى من العسل. هذه المواقف وحينما ذهب الأسديون إلى حبيب بن مظاهر ليستعلموا حاله ويريدون أن يثبطوه من نصرة الإمام الحسين عليه السلام، قال لهم بلسان حالهم: الحسين سلطان ويزيد سلطان، وما لنا والدخول بين السلاطين. ولكنه تسلل بين البساتين ليلتحق بركب الحسين عليه السلام. حينما سمعته الأسدية وقفت له وقفة وأنبت وعتبت عليه وقالت إليه: أتترك ابن رسول الله ونساءه في صحراء كربلاء وتبقى معي ومع أبنائي؟ قال لها: لا أريدك أن تترملي ولأبنائك أن يتيتموا. فدفعته قالت: اذهب وانصر ابن بنت رسول الله. وسجلت هذا الموقف التاريخي الذي حفظه لها التاريخ، وهو موقف عز وإباء وشموخ وكبرياء. وفي المقابل كان الكثير من محبي الإمام الحسين عليه السلام، بل من الذين كانوا مع الإمام الحسين عليه السلام وساروا معه، قد تخلفوا عنه في الطريق، بل أولئك الذين أرسلوا الرسائل إليه ليطلبوا منه القدوم إلى الكوفة، قد تخلفوا عن نصرة الإمام عليه السلام. وقد كان من بين هؤلاء الفقهاء والعلماء وكبار القوم من شيعة آل محمد، ولكنهم تخلفوا عن نصرة الإمام عليه السلام. عبد حبيب يلتحق بقافلة الحسين وينصر الإمام الحسين عليه السلام ويختلط دمه بدم الإمام الحسين، وكبار الشيعة وعلمائهم يتخلفوا عن نصرة الحسين. نحن اليوم إما أن نسجل موقف عز وموقف كبرياء وموقف إباء وموقف شموخ، أو أن نخذل الحق أو نخذل نصرة الحق والقادة والشهداء وخط الشهداء ورسالة الشهداء. عبد حبيب يفر بين البساتين ليلتحق بالحسين، حبيب بن مظاهر يفر بين البساتين ليلحق بركب الحسين، الحر بن يزيد الرياح الذي جعجع بالحسين وبنساء الحسين يفر من معسكر يزيد ليلتحق بركب الحسين. وفي المقابل حينما نرى المشهد الذي هم في قبال صف الإمام الحسين، نرى مشهدين كبيرين. المشهد الأول الذي مثله عمر بن سعد: أأترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسين؟ والموقف الآخر الذي مثله الحر بن يزيد الرياحي حينما رآه صاحبه يرتجف كالسحفة في مهب الريح، قال له: ما بك؟ قال: أخير نفسي بين الجنة والنار. في العواصف، في الشدائد، في المواقف التي تتطلب
من الإنسان أن يحسم موقفه وأن يسجل موقفا شجاعا أبيا تضحويا فدائيا تتزلزل الرؤية وتتزلزل الأقدام. ولا يفلح إلا أولئك الذين أعدوا أنفسهم وهيئوا أنفسهم ليوم التضحية والشهادة. نحن حينما نتردد عن نصرة الحق وقول الحق ورسالة الحق، وذلك لأننا تشبثنا بالدنيا وتغلغل حب الدنيا في قلوبنا. حب الدنيا حب المال وحب الثروة وحب السلطة وحب الجاه وحب المنصب وحب الزوجة والأولاد. هذا يحبسنا عن أن نقدم للتضحية من أجل المبادئ والقيم والرسالة. الذي يحدث نفسه بالتضحية ويحدث نفسه بالشهادة ويحدث نفسه بالسير على طريق ذات الشوكة لا يتردد في المواقف الصعبة. الأعداء حينما يريدون أن يقوموا بجريمة كبرى يهيئ الظروف من خلال إيجاد أجواء رعب وإرهاب وتخويف في الأمة من أجل أن يتراجع الناس ويتخاذل الناس ويتخلف الناس، ولكن وحدهم هم أولئك الذين حسموا قراراتهم بأنهم يفرون إلى معسكر الحسين، وإن كلفهم ذلك أرواحهم ودماءهم وأموالهم فإن ذلك لا يثنيهم. زهير بن القين كان تاجرا ثريا، ولكنه تخلى عن كل ثروته ليلتحق بركب الحسين عليه السلام. الحر بن يزيد الرياحي كان في صف يزيد وجيش عمر بن سعد، ولكنه اتخذ قراره وفر في اتجاه معسكر الحسين. حبيب بن مظاهر كان في الكوفة وكان الوضع الأمني خطيرا جدا والرعب يسيطر على الموقف، ولكنه فر إلى معسكر الحسين. أغلب الناس ينتظرون أن يكون الموقف موقف جماعي، ولكنهم يخذل الإمام ويخذل نصرة الحق لأنهم يعيشون التردد ولا يحسموا قراراتهم. لذلك حينما جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: قوموا لله مثنى وفرادى. الطواغيت يوجدون جوا عاما سلبيا مما يجعل الأمة تتردد، فينتهزون الفرصة للانقضاض على الإمام الحسين والسائرين على خط الإمام الحسين. وحدهم أولئك الذين انتزعوا حب الدنيا من قلوبهم وحدثوا أنفسهم وهيئوا أنفسهم بالتضحية وبالشهادة وبالاستعداد لدفع الثمن الغالي والباهظ من أجل القيم ومن أجل الرسالة. هم أولئك الذين يستطيعون نصرة الإمام الحسين عليه السلام. اليوم السعودية، آل سعود المجرمين أبشع خلق الله في الأرض وأسوأهم على هذه الأرض، يرتكبون جريمة بشعة تجاه إخوتنا في اليمن، والعالم كله يلتزم الصمت خشية من السعودية. ألا لعنة الله على آل سعود، ألا لعنة الله على آل سعود الذين يرتكبون الجرائم ويقتلون في البحرين ويقتلون إخوتنا في اليمن
ويحرقون سوريا ويدمرون العراق وباكستان وأفغانستان ونيجيريا. اليوم آل سعود هم رأس الحربة في الأمة ليقاتلوا الإسلام باسم الإسلام. لذلك كان ينبغي علينا أن نقف في وجه آل سعود وأن نتحدى آل سعود وأن نهتف ونصرخ في وجه آل سعود وأن نرفع صوتنا بالموت لآل سعود. الموت لآل سعود، الموت لآل سعود، الموت لآل سعود، الموت لآل سعود. اليوم مدرسة عاشوراء تعلمنا أن نقف مع المظلوم وأن ننصره وأن نتحدى الظالم وأن نقف في وجهه وأن نعلن براءتنا من الظلم ومن الظالمين. اليوم من يطالبون بإفراغ عاشوراء من مضامينها تارة بدعوى إبعادها عن التوترات الأمنية وتارة لكي لا تختلط الأمور السياسية وأخرى لكي لا تجر التحزبات في عاشوراء، هؤلاء ينفذون مخططات الطواغيت، ينفذون مخططات آل سعود وآل وأمريكا وآل خليفة، لأن الطواغيت يريدون لنا أن نعيش منفصلين عن ثقافة عاشوراء، ويريدون لنا أن نعيش البعد عن قيم عاشوراء ورسالة عاشوراء. لذلك ينبغي أن نحيي عاشوراء بإحياء رسالتها، بنصرتنا للمظلومين، بوقوفنا في وجه الظالمين، وبهتافنا وصراخنا بوجه أمريكا الشيطان الأكبر التي تحيك للأمة كل هذه الفتن وتدعم الجماعات التكفيرية في كل الأوطان الإسلامية من أجل أن تشغل الأمة بنفسها وتستنزف الأمة الجهادية في صفيها السني والشيعي. اليوم ما يجري في سوريا هو مخطط أمريكي، وما يجري في العراق هو مخطط أمريكي، وما يجري في اليمن هو مخطط أمريكي، ولكن بالأدوات السعودية اللعينة. لذلك ينبغي أن لا ننسى إجرام أمريكا والموقف تجاه أمريكا. ينبغي أن نصرخ بصوت عال ونربي أجيالنا على عداء أمريكا. الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا. الذي يظن أنه يستطيع أن يرضي أمريكا أو أن يكسب ود أمريكا أو أن يبعد أذى أمريكا عن الأمة فهو واهم. أمريكا تخطط ليلا ونهارا من أجل القضاء علينا وعلى قيمنا وعلى مبادئنا وعلى رسالتنا وعلى أخلاقنا وعلى ثقافتنا. نحن اليوم إن لم نعرف الأمة ونعرف الشباب ونعرف الأجيال بخطر أمريكا وبمخططات أمريكا فإن مخططاتها تمضي وتنجح في إغوائنا وحرف بوصلتنا. ما يجري اليوم من التعدي على شعائر عاشوراء في البحرين هو لحرف بوصلتنا، بوصلة صراعنا، من صراعنا السياسي مع آل خليفة إلى صراع طائفي بيننا وبين السنة في البحرين. يتلبسون لباس السنة ولكنهم لا علاقة لهم بالسنة. هم يريدون أن يطفئوا الثورة منذ بدايتها، منذ بداية الثورة أوجدوا تجمعا آخرا في مسجد الفاتح
ليقولوا هناك تجمع شيعي في مقابل تجمع سني. وحينما دخلوا بدرء الجزيرة قاموا ببث ثقافة الكراهية وثقافة الطائفية، وروجوا بأن الثورة في البحرين ثورة طائفية. ولكن بفضل وعي أبناء شعب البحرين وبصبر شيعة البحرين لم يستطيعوا أن يحرفوا الثورة إلى صراع طائفي. اليوم يحاربون شعائر عاشوراء تارة بالتعدي على يافطات العاشورائية ومظاهر عاشوراء، وتارة باستدعاء العلماء والخطباء، وتارة بالكتابة ضد شعائر عاشوراء في صحفهم، كل ذلك من أجل حرف بوصلة الصراع، لكي يتحول صراعنا السياسي وصراعنا الوجودي مع الخليفة إلى صراع طائفي بيننا وبين أهل السنة في البحرين. أدعو إخواني وأعزائي أن لا يحرفوا هذا الصراع، وأن توجه كل الطاقات وكل الجهود في ضرب آل خليفة وفي السعي للتخلص من هذه الجرثومة من أرض الوطن. اليوم آل خليفة غدة سرطانية في الوطن، ووجودها في البحرين هو مرض جسيم ويقضي على الوطن وتاريخ الوطن وثروات الوطن وخيرات الوطن. لذلك ينبغي أن نجمع قوانا جميعا ونوجه كل طاقاتنا في اتجاه إسقاط آل خليفة والخروج بالبحرين، وطن يجمعنا جميعا يلملم جراحنا ويطرد الغزاة من أرضنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على القوم الظالمين، وأن يفرج عن إخوتنا المعتقلين، وأن يرد المغتربين، وأن يشافي جرحانا، وأن يواوي المطاردين، وأن يجعلنا من السائرين على خط الحسين وقيم الحسين، وأن نكون من الذين يسجلون مواقف العز بنصرة المظلومين وبإحياء قيم عاشوراء وعدم القبول بإفراغ عاشوراء من قيمها ورسالتها والاكتفاء بظواهرها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا الوعي والصبر والبصيرة، وأن يجعلنا من أنصار الإمام الحسين ومن الممهدين لدولة إمامنا صاحب العصر والزمان. عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.